مصر كلها في هذا العصر. أيام 25 يناير لقينا الشعب المصري كله نزل، هما ضربونا كويس. ازاي نفكك هذا الشعب؟ ازاي الشعب كله نزل وتمازق الى الان متماسكين؟ الاسره هي البنيه الاساسيه للمجتمع، فبالتالي لما نفكك الاسره نقدر نفكك المجتمع. طب هما ليه ما قدروش يفككوا الاسره المصريه الى الان؟ لأن الأسرة المصرية فيها المرأة المصرية، فتحياتنا جميعا لهذه المرأة المصرية اللي هي الآن متمسكة ماسكة الأسرة بتاعتها، بالتالي بتطلع انتماء، بتطلع حب البلد، بتطلع حب شعب مصر، وهو ده اللي هما بيحاربونا بيه دلوقتي. الفيسبوك والكلام ده كله الغرض منه تفكيك الأسرة المصرية. هما مش عارفين، لان هما مش فاهمين يعني ايه مصر، يعني ايه مصريين، يعني ايه مرأة مصرية. دي اول نقطة. تاني نقطة انا عايز اقولها برضه اوضحها لحضراتكم، التاريخ بيقول ان افريقيا هي كانت اكبر قوة في العالم كله قبل امريكا ما يكتشفوها. اما اخواننا اللي بيحبونا في الغرب جم علشان يرجعوا افريقيا تاني لما هو عليه الآن، أول حاجة عملوها تحييد المرأة المصرية من المشاركة الفعالة في المجتمعات الأفريقية، فبالتالي قدروا يسيطروا على الدول الأفريقية، ولينا شايفين أفريقيا فين دلوقتي. ولذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي أول ما مشي قال لازم نرجع المرأة المصرية لمكانها الطبيعي في المشاركة الفعالة للدولة. 25% في كل المجالس النيابية، 25% في مجلس الوزراء، وهكذا وهكذا. فعودة المرأة المصرية في بداية انطلاقة فعالة لجمهورية مصر العربية. مش هطول أكتر من كده، تحياتي ليكم جميعا في الزمن ده.